اركان حرب عمرو سعد رئيس اركان المنطقه الجويه الغربيه المنطقه جاهزه لتنفيذ المهام يا فندم. سعيد جدا ان انا التقي بكم النهاردة واطمئن من خلالكم على الكفاءة والحالة الفنية والقتالية العالية للقوات المسلحة. جزء كبير هنا من القوات المسلحة سواء كان من القوات الخاصة او من القوات الجوية موجود وجاهز لتنفيذ اي مهام، والحقيقة اللي انا شفته حتى الان امر عظيم جدا وبيعكس قدرتنا. ودايما اقول ان الجيش المصري جيش قوي صحيح ومن اقوى جيوش المنطقة صحيح، ولكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد، جيش بيأمن مش بيعتدي. دي استراتيجيتنا وده عقائدنا ودي ثوابتنا اللي ما بتتغيرش. انا متأكد ان احنا اذا احتاجنا منكم عمل وتضحيات زي ما بيتم في كتير من الأنشطة بتتم ما يمكن ما حدش كتير يعرف عنها هنا في المنطقة الغربية على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا، أكتر من 1200 كيلو بيتم تأمينها النهاردة بقالنا أكتر من 7 سنوات بالقوات الجوية وبالقوات الخاصة وبقوات حرس الحدود وبقوات كثيرة جدا الحقيقة. اسمح لي ان انا اشكركم واقول لكم يعني كونوا مستعدين لتنفيذ اي مهمه هنا في داخل حدودنا او اذا تطلب الامر خارج حدودنا. بشكركم وربنا يحفظكم. شكرا جزيلا. شكرا.